Take a look at what happened. تفاصيل جديدة تتكشف عن محاولة اغتيال الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب. هذه الحادثة التي هزت الرأي العام الأمريكي جعلت محور الاستفهام يتركز حول دور جهاز الخدمة السرية في فشل تأمين التجمع الانتخابي وما حوله في بنسلفانيا، وخاصة السطح الذي كان يطل منه المسلح والذي يعتبر بمثابة نقطة استراتيجية في المنطقة. عملاء سابقون من مكتب التحقيقات الفيدرالي عبروا عن دهشتهم واستغرابهم لهذا الخطأ الأمني، وفي تصريحات لشبكة CNN الأمريكية أكد ستيف مور العميل السابق من مكتب التحقيقات الفيدرالي والذي عمل كقناص مضاد لمدة عامين، وبوبي تشيكون العميل الميداني السابق على ضرورة تأمين هذا السطح المهم الذي وصفوه بأنه المكان المثالي لتنفيذ هجوم من هذا النوع. بينما قالت التحقيقات أن السطح الذي استغله منفذ الهجوم لاغتيال ترامب يبعد حوالي 120 إلى 150 متراً عن التجمع الكبير الذي يتوسطه ترامب. قالت تشيكون في مقابلة CNN: هذا المبنى هو أقرب مبنى يتمتع بخط رؤية واضح للمكان الذي كانت فيه المنصة. لقد صدمت لأنه لم يكن لديهم أي شخص على هذا السطح. من جهته قال مور: إن حقيقة أن شخصاً ما سمح لهذا السقف بأن يكون بدون مراقبة أو حراسة يمكن أن يكون خطأً في التخطيط أو التنفيذ. وفي ظل حالة من الاستهجان والتشكيك يدور سؤال في أذهان الجميع: عدم تأمين هذا السطح هل كان خطأً مقصوداً؟